أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. حقيقة تمديد فترة الإغلاق الليلي إلى 11 ليلا. قررت الحكومة التخفيف من التدابير الاحترازية المعمول بها لأزيد من 4 أشهر وتمديد فترة الإغلاق الليلي للمطاعم والمحلات التجارية إلى غاية 11 ليلا. وحسب ما أفاد به مصدر موثوق، فإنه اعتمادا على خلاصات التتبع اليومي طيلة هذه الفترة، وأخذا بعين الاعتبار عددا من الحالات الإيجابية المسجلة بمجموع التراب الوطني، ستتجه الحكومة بعد شهر رمضان الفضيل إلى إعادة النظر في بعض التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء ببلادنا، حيث سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة 11 ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا حسب التطورات التي ستعرفها الوضعية الوبائية في المملكة.